رجل زيت النعناع نحوس. التوجه إلى الواجهات المختصة في بيع الأعشاب الطبية هو المقصد الذي يتخذه الصيفية كبديل الأدوية الصيدلانية منذ بداية ظهور الإنفلونزا الموسمية وكذا متحوري كورونا. جيت ندي زيت النعناع لأنه مفيد، غلي هكذا كما نقول حنا كريجمو ولا يبداو يجيو ندهنوا به. الموجة الأولى كنا ثاني كيف كيف يوميا نديروا مثلا نديروا تيزانة تاع الطيب، زعتر فيها قارص نحليوها بالعسل، نديروا زيت النعناع نتبخروا عليه. 15 وفي المقابل تذمر كبير يعيشه المقبلون على هذه الأعشاب الطبية جراء الزيادات الجنونية، سيما الأكثر استهلاكا من القرنفل والزعتر وكذا الزنجبيل إلى باقي المواد المتعلقة بأمراض التنفس. الله يبارك بينا في الدار، ديجا أكلهم مرضى كما رانا في واحد العشرة أكل، بولادي في زوج مرضى، المرأة مريضة، جدي مريض، ما مريضة أكل، زاد جينا تاع الأعشاب الطبية لقينا الأسعار أكل زادوا. أنا مرضى بلا غريب، ما حبيناش نروحوا للطبيب، كاين الغاشي بزاف، تخاف الواحد يهز الفيروس. وجيت هنا نشري لقيت الاسعار طالعه بزاف، الزعتر زاد، الطيب كلش زايد، حرنا واش نشريو. تفاجات لي ان الاسعار زادوا فيهم انت. لا الزعتر كان الزعتر ولا يدير 600000 القنطار، الطيب ب 170 180 دوكا وقرو يدير 220. يعني تجار الجمله استغلوا الظرف هذا ولا الفرصه هذه تاع الوباء وتاع الناس مساكن الله غالب لازم يشري ولازم يداوي ولادو، استغل الظرف ارتفاع رهيب في الاسعار. إلى حين تدخل السلطات المعنية لوضع حد لتجار الأزمات، يبقى المواطن وحده من يدفع فاتورة من لا يخشون في الله لومة لائم.